عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. أنت مواطن تونسي تعيش في تونس؟ لا لا ما نعيش في تونس. من تعيش؟ بعد 20 سنة نعيش في البارة في إيطاليا. إيه؟ معناها قداش عمرك خرجت؟ والله خرجت من تونس عمري 19 سنة. إيه؟ شنو الحاجات اللي خلاتك تخرج من تونس؟ والله الحاجات اللي خلتني نخرج من تونس النقمة. مانيش ناقم على البلاد، ما ناقم على اللي شادين البلاد. اليوم عندك وزير داخلية، اليوم عندك وزير الدفاع، اليوم عندك وزراء الكل. من نهار آخر كي توقف قدام ربي ما عندك حتى حد، وأي واحد جاء في البلاد هذية راك باش تتحاسب عليه. أنا مواطن عايش البرة، كي نروح لتونس نبكي على بلادي. علاش بلاد كما قال شو اسمه صافي سعيد، قدامك لوروب وراك افريقيا، والشعب يموت، شباب يموت، عباد مساكن. واعلم بيه ربي كيفاش خدم باش يخرج وتجي في 24 ساعة ترجع. قيمة التونسي في الأوروب كي تجبد باسبور تونسي وليت تتحقر. كي تجبد باسبور تونسي ومروح لبلادك لهنا تتحقر في الديوانة. يعني عرفتها شنو، ولينا أسفل السافلين. عباد مساكن عادة بالعشرين بالثلاثين سنة ما روحتش خايفة من المجتمع هذا. جبت معاك وش كيفاش روحت وعلاش مشيت وعلاش جيت. اللي ماتت أمه اللي ماتت أبوه ما شافوش هذا الكل. علاش بلاد سجرة ذيك ما تمسيش بتقعد في بلاستها. العبيد الحكومة أنا ما نكبش في قيس سعيد على خاطر غلطة غلطينا نحن كونا نكبشين في الحكومة. انسينا ربي اللي هو باش يخلي الحكومة ذيك وفي قلب قيس سعيد وقلب فلان وفلان اللي هو باش يرحمه. على خاطر انت كي توجعك زارستك كان مش بالعالي ما تتشفاش تمشيش تبت العالم الكل. بلاد انسينا الدين متاعنا، المحزوق اكثر من المرخوف. نسينا ولات فينا كيما نقولوا فيها نحن الرشوه، ولات فينا كيما فماش رحمه. فماش جارك قبل الصحن يجيب لك شطر صحن طيب يفك لك صحنك. فيه ما عادش فما حد شيء. ما انا نحسها كل عام نروح نحسها، نحس تونس. علاش علاش لوروب خير منا؟ زايد علينا الجزائر، زايد علينا المغرب، الموزمبيق ولات خير منا اللي كنا قبل نتمانكوا عليها، ليبيا يجيو ويمولوا فينا في تونس. هذا كل علاش السرقة، السرقة. وبجاه ربي ميساج مش القيس سعيد بركة، الحكومة التونسية الكل، العباد اللي غادي التوانسة اللي في إيطاليا بجاه ربي وكم تشوف فيهم يعديوا فيهم في برامج كيفاش يروح فيه تقول كلبك في زبالة. إنسان مسكين مدمر، إنسان مدمر لهنا في تونس خارج ماشي للموت. يوصل غاديكا ترجعوا. علاش ما يعاملوش في العباد الاخرين؟ على خاطر دولتنا نحن بالرسمي طيحونا من قيمتنا. عهد الزين قبل كي تروح توصل للبرت يرحبوا بيك. توا كي تبدا مروح فرحان توصل للبرت هات ال 50 هات ال 100 هات ال 200 وبالرسمي هكا برت راد برت حلق الواد هذاك اقسم بالله العظيم هذاك منبع الفساد، منبع الفساد. عباد ماكله في كروش هاكر الرشوه. الرشوة تمشي تتحرك برشوة، تخرج بلاصة برشوة. علاش علاش وصلنا هذي؟ عرفتها شنو البلاد باش تتصلح؟ نسكلوا نصلحوا الفكر قبل البنية التحتية وقبل. على خاطر هذه بلاد لا فيها بنية تحتية لا فوقية لا حد شيء بالرسمي. والله دمار 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 دمار. تجي باش تعرس، تجي باش تعرس تراسيلك مرهون. ما عادش هذي طفلة تحبك وتحبها تعارسوا بها. علاش؟ علاش؟ على خاطر بالرسمي كثر الفساد في تونس. البنات البنات وليت يعني كما يقولوا نحن الصحبة، يعني تمشي معاك تدور معاك تعمل معاك اللي مرأة تعملها مع راجلك، راجلها قبل العرس. كيفاش رجال تحب تعرس؟ عرس بخمسين ثلاثين مليون يا كل يوم معرس هو مع طفلة وهو ما يركش على روحه. مش عيشة. ما هيش عيشة. ما بلاد تخليك تعيش هكاكا، مجتمع يخليك تعيش هكاكا. ما فهمي مش نتبعوا في الأوروب، مش نتبعوا الأوروب نتبعوا فيهم كان في الفساد. لا نحن توا تحسنا اللي قاعد يصير في الأوروب اللي صار قبل المونتاليتي والليبرتي والكيما نقولوا فيها نحن العقلية متاعهم نتبقوا فيها بالغالط. نحن فاهمين الحرية بالغالط، فاهمين الحرية. كان بنات فاهم الحرية بالغالط، اللي ما تجيبهاش بمخها تجيب فيها ببدنها. هاك تشوفهم في الانستغرام في التيك توك في الفيسبوك منا من غادي. وما نكذبش عليك اللي وراها الحيس
تلعب عليك الفيس. ما قد ما تكبروا يا 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 عينيا حوايج بيديما فوق منكم. ولهنا ما عادش فما، صحيح فما بنات تهني، مازال فما بنات تهني، مال فساد كثر برشا برجولي. البنات ولات تبيع فرواحها، عتاد تشوف هذاك كرهبة ودار وعالم. صحيح أي واحدة تحب تشوف واحد مثلا أموره فالابل، ما اللي أموره فالابل في البلاد هذيا ولا كيما عنده أنت عنده غيرك وغيرك وغيرك وغيرك. الزويلي ما عادش عايش، الزويلي مش خالط على عرس، الزويلي مش خالط باش ياكل، الزويلي مش خالط باش يخدم، مش غالط حتى نفس بشوية باش تولي تخلص فيه في البلاد هذيا. يعني مفهوم حد شيء يعجب، مفهوم حد شيء يعجب. أنا واحد من الناس كما جاش عندي أمي وبابا لهنا والوالد الله يرحمه، والله لا روحها البلاد هذيا. على خاطر كون ما تجي لتونس تكره روحك، تكره روحك. يشوفوك مواطن بالخارج تقول عليك، يشوفوا فيك فلوس، يشوفوا فيك شعالة، يشوفوا فيك حكايات فارغة. والله لا تربحهم إن شاء الله. أي واحد جيع في البلاد هذيا وأي واحد جوعوه في البلاد هذيا إن شاء الله نهار آخر يتحاسبوا عليه عند ربي، وباش يتحاسبوا راهم توا من بعد باش يتحاسبوا. هل ترى تونس باش تتصلح ولا؟ تونس ما تتصلح إلا ما تتبدل الفكر. لعنا نظام، لعنا هاك تشوف ساعات في الكياس. مشيت نزور في بابا في الجبانة، سيركيلاسيون في وسط الجبانة، عباد تعيط، عباد موتة يشوفوا في الموت. باش نحكي لك حكاية والله أقسم بالله العظيم صارت لي والله. ماشي نزور في الوالد في الزلاز الله يرحمه، داخل باب الزلاز وقفني العون، قال لي حرقت الفو. قلت له ما حرقتش الفو. قال لي حرقت الفو. قال لي وين ماشي؟ قلت له راني ماشي نزور في الوالد. قال لي افرح بيا تنرحم على والديك. والله اقسم بالله العظيم اعطيته 10,000 قريب باش يمشي يدهن معايا قبر بابا. هذه بلاد باش تعيش فيها؟ قدام باب الجبانه عون امن ياخو في الجعاله. ما تتصلحش البلاد هذي، عمرها ما تتصلح. سايي الكيس كي يتكسر راك حتى ترجعه ما يتصلحش، وجميع باش تتصلح. لا بنية تحتية لا فوقية، تتصلح العقلية. أخاطر لا عنا نظام، كان جينا تعلمنا من الأوروب نظام رانا لبس عليه. ما تعلمنا كل فساد من الأوروب، اش تعلمنا حاجة باهية؟ اخذينا من عندهم كان فسادهم. وطفل قبيليك يحكي على الكنيسية، أقسم بالله العظيم ريت الكنيسية غادي تعطيك تاكل توكلك وتشربك ويلبسوك ويعاونوك. اعطيني جامعة في تونس يعاون في العباد، اعطيني واحد خارج من الجامعة يقول لك تفضل خويا. الحمد لله يا رب. مش الفايدة في اللي يصلي ولا ما يصليش، الفايدة في القلب. انت تصلي تلوم علي انا نسكر نو، علاش تلوم علي انت؟ الدين يسر وليس عسر. انت تبيت تاخذ نوبي وانا نتوب ناخذ الحسنات نتاعك انت كما تعرفيش. بلاد عقليه عنا، كل واحد اللي يشوف الاخر يحكم عليه. هاي العباد كلها تحكم على بعضها، تحكم على المظاهر، تحكم على ذاك موشم هذاك بيه. ليه ابكي على القلب؟ قلوبنا خايبه، قلوبنا كحالت، قلوبنا ما عادش فيها على بعضنا، ما عادش العباد تعاون بعض. الخو ما عادش يرحم خوه، ما فماش رحمه في البلاد. وين الرحمه؟ بلاد مشيت فيها الرحمه، ما عادش ربي يقسم بالله العظيم. خاطر ربي راه مش باش يشوف كبلاد وكا باش يشوف لهنا. نحن لهنا متنا، انا لله وانا اليه راجعون بالرسمي، انا لله وانا اليه راجعون. قلب التونسي الكل معبي، والشعب التونسي كل معبي وعنده كان ما يحكي. يعطيك الصحه اخوي، عايشك.